بدأت منذ طفولتي بحب الموسيقى التي ورثتها عن أمي الموسيقية العظيمة التي علمتني حب الفن من الأساس، ولكن قلبي تعلق بآلة التشيلو وكانت هي الآلة التي اخترتها لتمثلني. التحديات موجودة في جميع المجالات، وبالنسبة لمجالي فهي التنسيق بين عملي وأسرتي ووقتي الشخصي هو أكبر تحدي لأكون قدوة يحتذى بها لجميع الفتيات والأجيال القادمة لزرع حب الفنون بشكل والموسيقى بشكل خاص. تغلبت على التحديات بالنظام وترتيب الوقت والأولويات بدقة، هو الشيء الأساسي الذي يساعد أي شخص في التغلب على تحدي الزمن. تأثرت بعزف يويو ما، جاكلين دوبخي، روستروفيتش، يانوش شتاركر، غوتيه كابيسون، بابلو كاسالس، ستيفن إسيرليس وميشا مايسكي، هذول العازفين اللي حبيتهم. أطمح للوصول إلى العالمية باسم دولتي الحبيبة الإمارات العربية المتحدة، وبأن أرفع راية وطني عالياً في كل مكان. أقول أن الاستمرارية والتواصل المستمر والجهد هي العوامل الأساسية للنجاح، ولذا لا تيأسي واستمري بجهدك إلى أن تصلي إلى القمة وتحققين جميع الأهداف.